الدراسي. الدراسة 5 أيام في الأسبوع. نعم، يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. العطلة يوم الخميس ويوم الجمعة. اكتب المواد الدراسية: الثقافة الإسلامية واللغة العربية والرياضيات والعلوم والحاسوب. متى تبدأ الاختبارات؟ في شهر شعبان. ومتى ينتهي العام الدراسي؟ في شهر رمضان. العطلة 3 أشهر. الحمد لله. العطلة طويلة. بدأت الحصة. هيا بنا إلى الصف. هيا بنا.